حاج مرحبا بك، وردت أسألك يمكن سمعت يعني زميلك محمود تحدث الآن عن حساسية الموقف الخاص بك كونك بالنجف الأشرف، ونعرف أكو أكثر من مصدر من مصادر القرار، وهناك تصارع على يعني على السلطات، وأيضا هناك حساسية ربما أو يعني قد تكون هناك بعض القيود. أريد تعرف موقفك في هذه الظروف وكيف تم معالجته. هل لجأت إلى تقارير اللي ممكن تبتعد عن إثارة الحساسية؟ نعم زميلي عامر، يعني النجف مدينة مهمة ذات طابع ديني، وبالتالي اتخذت هذا الطابع من وجود مرقد الإمام علي عليه السلام، وبالتالي وجود المرجعية الدينية. مثل ما تفضل الزميل محمود، النجف مدينة يعني حساسة نوعا ما حتى في العمل الصحفي. طيلة عملي في قناة الشرقية لمدة 7 سنوات تقريبا أو أكثر، عملت يعني تقارير إنسانية وخدمية وسياسية، وعملنا كخلية نحل مع الزملاء في ديسك الأخبار مع الأستاذ محمود والدكتور علي وجيه. الأهم المواضيع اللي تناولناها، يعني صراحة يعني أكو مواضيع حساسة ممكن ما نقدر نتناولها، بس احنا قدر الامكان يعني عملنا تقارير. اريد اشوف ليش ما تقدر تتناولها؟ تعرضت الى مضايقات، وتعرضت الى المتعففين، الى ضغوط الكادحين. يعني هو ما نقدر نقول تعرضت الى ضغوط، لكن هو 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 الجو كله ضغوط، والجو كله متوتر. يعني زميلي عامر، يعني اكو مواضيع ما نقدر نتناولها، ممكن تسبب لنا يعني اذيه يعني شخصيه او اذيه جسديه في بعض الاحيان. هو انا لكن هذا احنا قصدي، يعني قصدي قدر الامكان عملنا أي. تقارير. أوكي. قدرنا يعني نعمل تقارير تحاكي الواقع.